يعني احكي لك الشباب اللي ما تتمنى انه غنوا لك نهائيا او ما تتمنى انه انت اعطيتهم النصوص مالتك. يعني اللي ما اتمنى ان يغنوا لي فعلا. واللي انصدمت بيهم فعلا اي هو الفنان ماجد المهندس اكيد. الله يكثر من امثالك. هاي دائما انا اقولها الله يكثر من امثاله. هنا تنطبق كلمة ومقولة أتقي الشر من أحسنت إليه؟ ممكن يعني، بس كل إنسان عندها فوات بالدنيا، يعني أنا ما أقدر أعاقب إنسان على شيء سواه، ولا أقدر أستمر طول حياتي أنا فأقول عفى الله عما سلف. هاي هي بس. أنا ما أقدر أتعامل وياك؟ أي لا أبدا نهائيا. ما أقدر أتعامل وياك لأنه أنت طلبت لجوء؟ أي هاي أنت جاي تتذكرين من الماضي. أي هاي شغلات والله صارت بي يعني تأذيت بيها. زين إحنا هسه إحنا نستذكر نقلب بالورقات وبالصفحات. شنو السبب اللي يخليك اليوم إنه أنت ما تعطي النصوص الغنائية مالتك؟ والله السبب يعني أولاً إحنا بدينا حياتنا من بعد الفنان الكبير كاظم الساهر. التزمت ماجد المهندس قلت هذا ابني وأني أحب يكون هو احنا راح ننطلق وأن يكون هو هذا النجم الجديد الواعد. وحتى أعلنت عنه في الأردن وحتى الأردن يشهد يعني بهاي المقولة وموجود التسجيل عندي أو حتى عندي تسجيل ضام أنا لحد الآن ما طلعته للناس وهو يعني ما يعني يقول أنسى الله إذا أنساك. صوري هاي العبارة موجودة مسجلها. الله شيء قوية هاي العبارة. قوية كلش يعني هو يعني شاحت يقول نسى الله ونساني ونسى الدنيا كلها بخدعة يعني أنا شو الخدعة؟ الخدعة ضحيت بحياتي أنا طلعت إلى لبنان على أساس العلي المولى وعلي المولى يمكن يسمعني هو شاهد رحت على أساس أقدم له ماجد المهندس كان عندي الكاسيت أنا 7 أغاني مسويها من كلماتي وألحاني حتى أسمع علي المولى لأن علي المولى متعهد وأول من جاب كاظم الساهر للبنان فقلت أقدم له ماجد المهندس هذا الصوت الجديد ويمكن يلتزمه ويبدي وياه ويكون ماجد على أبواب الشهرة فرحت لهناك ممنوع أدخل إلى لبنان لأن أنا عراقي ما يصير أدخل ذاك الزمان فدخلت على الخط العسكري من سوريا خاطرت بحياتك أي خاطرت بحياتي من أجل أن أوصل إلى لبنان حتى علي المولى تعجب قال لي شلون وصلت قلت له وصلت بعد وجيتك أنا فقدمت له الصوت مال ماجد قال لي يا عزيز أنا مع عراقيين بعد ما أتعامل شنو السبب؟ سبب يعني صارت بي مشكلة المهم تفاجأت بكاظم بماجد يعني سوى عمل مو حلو يعني والله ما أعرف شلون أحكي شلون أذكره ما أعرف اللي حصل خليه